بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل موضوع النفايات، وحناخد ان شاء الله مثال يوضح ازاي نعمل استيميشن للطاقه باستخدام ديولينج فورميولا زي ما هو واضح قدامنا. مثال واكزامبل نمبر 4، وده هنشوف ازاي بنقدر نحدد او نحسب او نقدر قيمه الطاقه المتوفره في عينه من الوسط. استيميت ذا انرجي كونتينت فور ذا فولوينج 95 كيلوغرام سوليد ووست سامبل، يعني خدنا عينه وزنها 95 كيلوغرام والمكونات بتاعتنا اللي موجوده اهي. الفود ووست بيحتوي على 15 كيلوغرام، 4.5 كيلوغرام دراي، وده الكومبوزيشنز بتاعته. السي 2.16، الاتش 0.29، الاو 1.69، الان او 0.12، والاس 0.02، والاشز اللي هي الرماد اللي عندنا 0.3. يبقى احنا شفنا مكونات هذا او هذه العينه الاتي، شفنا الفودوست، كذلك البيبر بنلاقي ادا الويت وادا الدراي وادا الكومبوزيشنز بتاعتنا، كذلك الكارد بورد نفس الكلام، والجاردن تايمينج نفس الكلام، والوض نفس الكلام. لو احنا جمعنا هنا بلاقي التوتال 95. طيب اول خطوه بنعملها في الحل عندنا انه انا بجمع ان الجدول عندي في الاتجاه الرأسي ده، بجمع الكربون قد ايه كله، الهيدروجين قد ايه، الاكسجين قد ايه، النيتروجين قد ايه، السالفر قد ايه، الاشز قد ايه، زي ما هنشوف الجدول القادم. وبعد كده بستخدم المعادله اللي موجوده عندي. يبقى الحل بتاعنا انا هستخدم معادله ديولينج فورميولا اللي كنا قلنا اتكلمنا عليها، وقلنا من المعادلات المهمه جدا بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي بالحسابات. زي ما احنا هنشوف في الجدول، جمعنا لقينا الكتله بتاعت العينه 95 وهي جافه 94، وبعد كده الكربون طلع 34.51، لما جمعنا الهيدروجين 4.58، لما جمعنا الاكسجين 30، لما جمعنا النيتروجين 43%، لما جمعنا السلفر 13%، ولما جمعنا الاشز 4.47. طيب بعد ما عملت هذا التجميع اللي عرفت نسبه كل عنصر قد ايه في العينه، ابتدي اعمل الجدول التالي. ادا باخد الكربون اشوف الكتله بتاعته قد ايه، باخد الهيدروجين اشوف الكتله بتاعته قد ايه، باخد الاكسجين اشوف الكتله بتاعته قد ايه، باخد النيتروجين اشوف الكتله بتاعته قد ايه، وهكذا. هلاقي التوتال 4.17، هو نفس التوتال اللي كان موجود عندنا للعينات. طيب اعمل ايه بقى؟ انا عايز اعرف نسبه كل واحد، كل عنصر للكتله الكليه. فبقول convert dry mass present by mass mi على ام توتال في 100. يعني ام اي يعني ايه؟ يعني العنصر الاولاني الكربون اخده اقسمه على ال 74، ياخد 34.5 على 74 واضربها في 100، هيطلع لي الرقم اللي موجود قدامنا ده اللي هو 46.6. كذلك اجي الهيدروجين اخد الرقم بتاع الهيدروجين ده واقسمه على التوتال 74.1، هيطلع لي الرقم الثاني ده، وهكذا اكمل بقيه كل عنصر. يبقى انا كده طلعت البرزنتج باي ماس لكل عنصر من العناصر اللي موجوده عندنا، وبلاقي في النهايه المفترض النسبه تبقى 100%. يعني انا حتى احنا طبعا البوينت 1 ده جاي منين؟ جاي من التقريب اللي احنا عملناه، لكن لو انت خدت الرقمين 20 و 23 بالظبط لازم يطلع البرزنتج في النهايه 100%. طيب بعد ما طلعت هذه النسب ابتدي احسب الهيتنج فاليو بتاعتنا باستخدام ديولينج فورميولا. اجي اقول الهيتنج فاليو بتساوي القانون بتاعنا هو اللي احنا قلناه 32851 في نسبه الكربون زائد 141989 في اتش ماينس او على 8 بلس 9263 في السلفر ريشيو. طيب نيجي نشوف عندنا، ادى عندي الهيتنج فاليو بتساوي ادى الرقم الاولاني بتاعنا. طب النسبه بتاعت الكربون كام؟ اهي اللي هي 46.6%، طبعا بقسم على 100 عشان تحول الى النسبه بتاعتنا ب 0.466.
زائد الهيدروجين 6.2 مقسم على 100 تبقى 0.062. بعدين عندي الاكسجين اهو، الاكسجين عندي 40 بوينت اقسم يطلع 0.45 على 8 زائد 9263 في نسبة السلفر، السلفر 2 من 100 لو قسمت على 1000 تطلع 2 من 1000، يطلع الناتج عندي 16000 زي ما احنا شايفين 942. معنى كده ان انا ايه؟ ان انا لو اخدت هذه النفايات كل كيلو جرام هحرقه من هذه النفايات هيديني طاقة تعادل 16942 يعني تقريبا 17000. لو تفتكروا لو انتوا فاكرين من دراساتكم في الاحتراق وفي الانجن وفي الكلام ده، احنا الهيتنج فاليو مثلا للبنزين والكلام ده في حدود 42000 كيلو جول، يبقى اذا ده بيديني طاقه تقريبا تعادل قريبه تقترب من حوالي 40% منها. يبقى احنا بنقول انه النفايات دي بالرغم من اضرارها البيئيه الا انها تحتوي على طاقه يمكن استغلالها ونفيد بيها المجتمع من ناحيه ان احنا نعمل عمليه نظافه بيئه وتوفر لي جزء من الطاقات اللي انا بستهلكها. ان شاء الله نستكمل المحاضره القادمه باقي الوسط ونشوفكم المحاضرة القادمة بإذن الله.